سيدة من محافظة المنوفية، مدام آية. مدام آية الحقيقة متزوجة، كانت متزوجة وعندها طفلة عمرها 7 سنوات. فلما انفصلت عن زوجها، زوجها حقه رفع قضية رؤية عاوز يشوف بنته. تم الاتفاق والتنسيق ما بين هو كان زوجها طبعا وطليقته ان هو يشوف بنته كل اسبوع. الست ملتزمه وبنتها دي كل حياتها، وخلاص هي يعني عاوزه تربي بنتها وعاوزه تعيش حياه امنه. طبعا يوم 12/3 اللي فات كانت معاها طفلتها، وسابت الطفله قاعده مع والدها في المكان اللي بيتفق عليه ان هي تقعد معاه في محافظه المنوفيه. فجاه وبدون سابق انذار ما لقيتش الطفله ولا لقيت طليقها، وكأنهم فص ملح ودابوا. تبين وهي عملت طبعا بلاغ بده ان هو خد الطفله اللي هي طفلته ومشي وما تعرفش عنه حاجه حتى الان. هي طبعا بتناشد وزاره الداخليه ونسمعها في استغاثتها ونرجع نستكمل مع حضراتكم. محمود أحمد شاهين، متجوزة واحد اسمه حسام أحمد السيد شرف، معايا بنت عندها 7 سنين. احنا اتطلقنا عن طريق الخلع، وأخد حكم رؤية كل يوم جمعة من كل أسبوع. دلوقتي يوم الجمعة الأخير 12/3 جه ومضى النص سلام البنت واختفى، خرج بيها من باب خلفي. دلوقتي انا ما اعرفش اي معلومه عن البنت لحد دلوقتي. كان دايما بيهددني ان هو ياخد البنت مني، وكان دايما بيهددني بقواضي، وفعلا القواضي دي موجوده وانا متبهدل بقالي 1.5 سنة انا واخويا وبابايا. يا جماعه انا مش عارفه اعمل معاه ايه، انا دلوقتي مش عارفه الاقي له حل. انا كان بابا بيتحايل على صحابه واهله ان هم ياخد البنت عنده حتى يوم ولا يومين يشوفها، وما كانش بيرضى نهائي. عايزني اتنازل عنها، اتنازل عنها وامي تتنازل عنها وياخدها هو، ويبقى في شرط جزائي ان انا لو خليت بالشرط دوت يعني ادفع 1,000,000 جنيه. يا جماعة أنا معرفش أعمل معاه إيه، أنا دلوقتي معرفش عنه أي معلومة، لا عارفة رقم تليفون ولا عارفة محل إقامة ولا عارفة أي حاجة، وأهله ما مش بيدلونا أي معلومة عنه. مدام آية من المنوفية بتناشد وزارة الداخلية للوصول إلى بنتها، عاوزة بنتها. طبعا إن شاء الله بإذن الله تتحقق الاستجابة، وهنتابع مع حضرتك في الحلقة القادمة. مشاهدي